السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنخزن مع بعض كده 4 أنواع كده من البطاطس، تقدري اللي انت تخزنيها بكل سهولة، ودي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس. أتمنى ان انتوا تتابعوا معايا الفيديو للآخر، لأن الفيديو يعني جميل جدا جدا وإن شاء الله كده هيعجبكم. ما هنخزن مع بعض اللي هي البطاطس اللي بتتعمل صينية اللي هي ديت، وهنخزن برضو معانا البطاطس اللي هي متقطعة مكعبات اللي احنا بنحطها بقى في قلب الطاجن مع بسلة جزر مع بقية الخضار، يعني هنخزنها برضو. هوريكم ازاي هتخزنيها. هنا هنخزن برضو اللي هي البطاطس اللي هي الصوابع كده، برضو هنخزنها مع بعض هوريك ازاي. وهنا برضو البطاطس اللي هي بتبقى اللي احنا بنحشيها لحمة مفرومة برضو هنخزنها. يلا بينا حبايبي نشوف الفيديو ونشوف الطريق. 3 طرق كده متنوعة ان شاء الله كده ينالوا اعجابكم، ما والطريقة اللي تعجبك اعمليها. يلا يلا بينا نشوف الفيديو. النهارده حبايبي هنخزن مع بعض، والبطاطس بقى ياما كده اهوت، فايه هوريكم ازاي انت تحتفظي بالبطاطس يعني بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهوريكم 3 طرق كده لتخزين البطاطس، ويعني بطريقه سهله جدا وبسيطه. فانا هنا هنعمل معاكم ان شاء الله كده هنعمل 4 اصناف من البطاطس، وال4 اصناف دولت طبعا مفيش اي بيت يعني بيستغنى عن الاربع اصناف دول. لا، فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض حبايبي. ده كده اول حاجه كده معانا اللي هي البطاطس اللي هي متقطعه مكعبات اللي احنا بنحتاجها بقى ايه في الطواجن. نعم، لما بتعملي اي طاجن خضار وبتضيفي عليها دي كده ايه هنخزنها. هنا برضو اللي هي البطاطس اللي انت يعني بتقطعيها حلقات كده بتعملي منها صينية بطاطس هنخزنها برضو. هنا البطاطس اللي هي الصوابع اللي طبعا احنا بنحمرها تنفع برضو في الفطار او عشاء او اي وجبة برضو، طبعا ما فيش اي بيت برضو بيستغنى عنها. برضو هنا برضو في معايا برضو اللي هي البطاطس اللي بتبقى محشية يعني اللي بتحشيها لحمة مفرومة، يعني انا هنا مقوراها برضو، وبرضو ايه ان شاء الله برضو ايه هخزنها. ده كده التقوير اللي طالع من البطاطس اللي هو البطاطس اللي هي ديت، برضو ايه هناخده برضو ايه هن يعني هوريكم ازاي برضو هنحتفظ ايه بيه. يبقى كده ايه حبايبي. هنا بقى هنقول لكم يعني الوزن، طبعا انت تقدري انت تعملي اي وزن ايه اي كميه انت حباها يعني، بس انا عشان اعمل معاكم الفيديو انا عامله يعني كميات بسيطه يعني. هنا ده كده 1/2 كيلو بطاطس متقطعه مكعبات، وهنا برضو 1/2 كيلو بطاطس مقطعه صوابع، وبرضو 1/2 كيلو بطاطس يعني مقطعه كده حلقات. معاد ده كيلو بطاطس. فدي كده حبايبي المكونات كده معايا. وهوريكم برضو ايه حاجه يعني انا اهوت مولعه على ميه اهيت عشان هستخدمها برضو دلوقتي. الميه ديت انا يعني حاطه فيها يعني رشه كده ملح ليمون عشان بس الحله ايه ما تسودش معاكي، وتقدري انت تحطي ايه قشر ليمون برضو لو انت برضو ايه حابه برضو. فدلوقتي بقى ايه هنبدا اول حاجه مع بال الميه قربت تغلي اهيت معايا، هبدأ ان انا بقى ايه حسبت التليفون عشان نشوف مع بعض ايه. هبدأ ان انا ايه هبدأ بالبطاطس الزيت اللي هي الحلقات، هصفي المية من عليها ونشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. هنا حبايبي معايا كده معلقة كبيرة كده من الملح، هبدأ ايه اللي انا احطها كده على البطاطس الزيت، وهجيب بقى المية السخنة هغطي بس البطاطس كده ايه بالمية ديت كده. هرجع ايه بقية المية ديت هرجعها تاني على البوتاجاز عشان برضو تكمل الغليان، عشان برضو هستعملها برضو ايه دلوقتي. دلوقتي بقى ايه هقلبها بس كده اهوت، هسيب البطاطس زيت في قلب الميه السخنه كده يعني لمده ايه 3 دقايق. بعد ال3 دقايق هصفيها من الميه ديت، هصفيها بقى يعني على الحوض كده الميه السخنه ديت، وبعد كده احطها في ميه بارده
وبعد كده اهوت لحد ما تبرد معايا، وبعد كده يعني هحطها بقى في مصفى لحد ما تصفي ميتها خالص وما يبقاش فيها اي ميه. بعد كده اهوت بتجيبي بقى ايه، صينيه ولا حاجه، اي حاجه بقى عندك، وصينيه وتفرشي فيها يعني مناديل ورق، وبعد كده تحطي عليها البطاطس وتدخليها ايه على الفريزر او كيس، مناديل ورق او كيس على الصينيه، وتبداي اللي انت تحطي عليها البطاطس وتدخليها الفريزر يعني مدة ساعتين كده لحد ما تجمد ايه معاكي. بعد كده بتطلعي البطاطس دي وتحتفظي بيها في قلب الكيس، وهي عشان ايه يعني ما تمسكش ايه يعني ما تمسكش في بعضيها. برضو ايه ممكن انت تديلها برضو معلقة زيت، عشان معلقة الزيت ديت برضو بتخلي البطاطس يعني ايه ما تمسكش في بعضيها. احنا كده بعد ما نبرد على البطاطس بالمية الباردة ونصفيها كويس، بعد ما تصفيها اديها معلقة زيت ورصصيها بقى كده على يعني فيش كيس بقى او منديل ورق زي ما قلت لكم، وتدخلها في فريزر لمدة ساعتين، وبعد كده لما تجمد ده لميها بقى حطها في كيس، وبعد كده سيبيها في الفريزر مش هيجرى لها حاجه، تقدري تطلعيها بقى ايه في اي وقت اللي انت ايه تعمليه. يبقى دي كده الايه الطريقه اللي انا هعملها في ديت دلوقتي، بس انا هسيبها 3 دقايق. هاخد بقى البطاطس ديت دلوقتي دي بس هسيبها دلوقتي مع بال ما اخلص الخطوه ديت، هصفي الميه من عليها، وبقيه الميه اللي بتغلي على البوتاجاز هحطها فيها، وهنشوف مع بعض احنا هنحط ايه برضو ايه عليها دلوقتي. دلوقتي حبايبي الميه بقى اللي معايا هنات، هبدأ اللي انا احط فيها البطاطس اللي هي المكعبات ديت في الميه دي، الميه تكون سخنه بتغلي كده اهوت معاكي. الميه دي هنبدأ اللي احنا هنحط لها ايه دلوقتي، هحط لها معلقه ملح، وهنحط لها ربع كوبايه ايه خل، وهنسيبها كده في هسيبها كده على البوتاجاز يعني لمدة ايه 3 دقايق كده اهوت، وبعد كده اطلعها ونشوف ايه مع بعض. كده حبايبي معايا معلقة ملح اهي هضيفها، وهنجيب برضو الخل معايا، خل ابيض اهوت، هبدأ ان انا اخد كده اهوت ايه يعني الكوبايه دي بتاخد نص، هنحط ايه ربع كوبايه كده اهوت الخل، بس عشان ايه ما يخليهاش اللي هي تسود لما تبقى في الفريزر، بس هسيبها كده اهوت، هسيبها لمده ايه 3 دقايق. وبرده ايه بنفس الطريقه برده انا لسه قايلها لكم، هصفي عليها من الميه السخنه ديت واحطها في ميه وابرد عليها بميه بارده، وبعد كده احطها كده في مصفى لحد ما تصفي ميتها، وادلها برده معلقه زيت كده اهوت، وبعد كده افرش كيس بقى في صينيه او مناديل ورق، وافرش عليها تكون صفت بقى الميه اللي فيها، واديت لها معلقه زيت، الزيت بس عشان ما يخليهاش تمسك في بعضيها وهي في الفريزر. بعد كده اهوت ادخلها الفريزر برده لمده ساعتين. بعد الساعتين ابدا بقى اللي هي تكون يعني اتجمدت شويه، ابدا اللي انا المها واحطها ايه في كيس، وبعد كده ادخلها الفريزر، وبعد كده ايه استعملها بقى ايه في اي وقت. ف كده بقى هنرجع بقى ايه البطاطس الاولانيه اللي هنا ديت اللي هي دي كده ايه يعني انا مع بال ما عملت دي كده عدى 3 دقايق، انا هبرد عليها واعمل بقى نفس الخطوات بس عشان ما اطولش ايه عليكم، يبقى انتوا كده ايه عرفتوا. ما دلوقتي يا حبايبي جه بقى دور البطاطس اللي هي الصوابع، انا دلوقتي حطيتها في الزيت يعني هسيبها برضو ايه لحد ما تحمر يعني نص تحميره كده زي انا ما قلت لكم، ما تبقى لونها بس ايه اصفر فاتح بس يعني ما تخليهاش يعني تحمريها جامد، ده لان النص التحميره التاني بقى بعد ما نطلعها من الفريزر وهي مجمده، فهترجعي ان انت تحطيها تاني في الزيت، وبعد كده تكملي بس الايه النص التحميره اللي فاضله، فمش هت يعني مش هتاخد معاكي ايه وقت يعني. فدلوقتي ايه انا هسيبها برضو ايه كده اهوت، وهعمل الخطوه ديت وبرضو اطلعها، وفي نفس الوقت برضو بعد ما اخلص دي كده عشان نرجع بقى ايه بعد كده واوريكم بقى ايه شكل الحاجة. برضو البطاطس اللي هي دي كده هصفيها من المية واحمرها برضو ايه كده،
لحد ما تاخد يعني تحميره كده، ايه نص تحميره كده، لا ما حمرهاش جامد عشان ما تطراش معايا. بس كده. فدلوقتي بقى ايه، انا هوقف ونرجع تاني، ممكن بقى ايه اوريكم بقى شكل الحاجه. كده حبايبي، انا كده خلصت كده خلاص. ودي كده حبايبي زي ما احنا شفنا كده اهوت، خلصت عملت الاربع اصناف كده من البطاطس. دي كده البطاطس الحلقات كده اللي انا عملتها معاكم. وحابه برضو اقول لكم على حاجه، انا لما ضفت عليها الميه السخنه اللي هي بتغلي ومعلقه الملح، انا ضفت بعد كده اهوت ربع كوبايه خل. الخل ضروري، يعني حبيت برضو، انا افتكرت الخطوه ديت لان الخل بيخليها اللي هي يعني البطاطس لما تفضل في الفريزر فترة يعني ما قبل ما تطلعيها، فلونها ما يتغيرش ايه معاكي ايه. فيبقى انا كده ايه ضفت عليها ربع كوباية خل. وزي ما شفنا برضو الطريقة ديت اللي انا عملتها على البوتاجاز معاكم، ما برضو انا كنت حاطة برضو البطاطس الزيت في قلب المية ومعلقة ملح وربع كوباية ايه خل. الخل ضروري عشان البطاطس مهما تقعد فترة في الفريزر بتفضل بنفس لونها وما يتغيرش، فضروري خلنا. بعد كده زي ما احنا شفنا طبعا بقية الخطوات، انا بعد كده اتبردت عليهم بقى ايه يعني الطريقة ديت كده، بعد ما صفيت من على المية السخنة بردت عليها بمية باردة، وبعد كده لحد ما تبرد معايا خالص، ما يبقاش درجة الحرارة يبقى يعني ايه تروح. بعد كده بحطها في مصفى لحد ما تصفي ميتها خالص، وبعد كده بديها معلقة زيت. الزيت بس عشان ايه يخلي الخرط ما تمسكش ايه في بعضيها وهي لما تتجمد يعني. وحطيتها بعد كده في الكيس اهوت زي ما احنا شايفين كده. وبرده الطريقه ديت برده لما شلتها من على البوتاجاز بعد 3 دقايق، ما تطوليش عن كده عشان البطاطس ما يعني ما تتهريش معاكي، هي 3 دقايق بس كفايه اذا كانت في ديت او في الطريقه ديت. بعد كده بعد ما رفعتها من على البوتاجاز بردت عليها، كبيت من عليها الميه السخنه وبردت عليها بميه بارده كذا مره لحد ما بردت. وبعد كده صفيتها حطيتها في قلب مصفى لحد ما نزلت كل الميه اللي فيها. وبعد كده اديتها معلقه زيت قلبتها معاها الزيت عشان برضو عشان البطاطس ما تمسكش في بعضيها. بعد كده حطيتها في الكيس. ودي كده البطاطس اللي هي الصوابع اهيت. عملتها بقى انا ازاي، خدتها حطيتها في الزيت يعني نص تحميره كده اهوت، زي ما وريتكم كده اهوت، يعني لونها بس بقى ذهبي فاتح. طلعتها وسبتها بقى، فردتها كده في الصينيه لحد ما بردت خالص، ما تحطهاش في الكيس وهي سخنه. لما تبرد بحطها بقى في الكيس وبربط الكيس وبعد كده بدخلها الفريزر. وقت ما انا عايزه بقى اللي انا اطلعها واحمرها بطلعها وهي الصوابع مجمده معايا، ما تسيبهاش لما تفك، بيكون الزيت سخن معاكي يعني. بعد كده بتحطي فيها البطاطس وهي مجمده وتكملي التحمير بتاعها، فهتلاقي البطاطس قرمشت معاكي من بره ومن جوه كده، بتبقى طريه بتبقى طعمها جميل جدا. وبعد كده بتدي لها بقى ايه رشه ملح، وتقدري ان انت تقدميها اذا كان في فطار اذا كان في عشاء بين الوجبات اللي يعجبك يعني. دي كده البطاطس اللي هي يعني اللي هي اللي انا مقوراها من جوه اللي هتتحشي لحمه مفرومه. فدي برضو انا ايه عملتها برضو بنفس الطريقه، خدتها بس يعني مده برضو 3 دقايق لحد بس ما ذهبي فاتح خالص. البطاطسايه يعني تبقى معاكي ما تتهريش يعني، عشان لو كملت تحمرها فهتلاقي البطاطسايه ايه شايفين يعني ايه يا دوبك بس دهبي خفيف كده بس. بعد كده بتطلعيها وبتفرديها برضو على صينيه لحد ما تبرد وتحطيها ايه في الكيس ايه عندك. وبعد كده تربطي الكيس وبتدخليه في فريزر ولحد ما نتيجه تعمليها تكوني بقى مع يعني معصجه اللحمه، بتطلعيها من الفريزر. وبعد كده وهي برضو مجمده بطاطس زيت وهي مجمده، هترجعيها للزيت تاني تكمل التحمير بتاعها يعني تاخد لون. وبعد كده اهوت بتحطي فيها الحشوه وبتعمليها بقى بالطريقه. لو انت مش عارفه الطريقه، انا عامله فيديو لطريقه عمل البطاطس المحشيه لحمه مفرومه في قلب القناه، تقدري انت تشوفيه هنا برضو. ده كده حبايبي اللي هو تقوير البطاطس اللي هو كان طالع من ده، فانا برضو حمرتهم، دول خدتهم لون ذهبي كده مره واحده لان مش هرجعهم تاني في الزيت.
هنحطهم، حطيتهم بقى في كيس كده، ادخلهم الفريزر. او ممكن يعني ايه، انا هدخلهم الفريزر لسبب، لان لما اجي اعمل بقى اللحمه فهقلبهم ايه معاهم، ما واحشي بيهم البطاطس يعني. ايه لو انت مش عايزه مثلا تعمليهم تحطيهم في الفريزر، ممكن تحمريهم وتديهم لاولادك برضو ايه ياكلوهم، بس انا هدخلهم على اساس ان انا نطلعهم ويتقلبوا على لحمه بعد كده يعني. يبقى دي كده ايه، دي كده طريقتي في تخزين البطاطس. حبيت ان انا يعني اعملها معاكم، ونشوفوا الثلاث طرق كده، ثلاث طرق متنوعة يعني، يعني الطرق مختلفة عن بعضيها، فتقدري ان انت ايه تختاري الطريقة اللي انت اللي تعجبك وتعمليها. عايزة تعملي زي انا ما عملت كده، يعني اللي يعجبك. ومنتظرة اعرف رأيكم حبايبي في يعني في الوصفة النهاردة في تخزين البطاطس، لان رأيكم يهمني جدا جدا. انا بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتم تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناه اول باول. لا يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي حبايبي قبل بقى ما انهي الفيديو، يعني حبيت ان انا اقول لكم برضو ايه خطوة مهمة. ديت البطاطس انا حطيت كيس كده في قلب عدلية، وهدخلها كده في الفريزر زي ما هي كده لحد البطاطس ما تتجمد معايا لمدة ساعتين كده، وبعد كده المها وهي مجمدة واحطها في كيس واربطه واخليها بقى ايه في الفريزر. فبرضو ايه حبيت برضو ان انا ايه اقول لكم ايه الخطوه دي. لسه مفضياها من الكيس اهوت زي ما وريت لكم، ما اللي انا كنت حاطاها فيها، بس كان الفكره بس اللي انا كنت حاطاها عشان اوري لكم برضو ايه اللي انت تحطها في الكيس ازاي، بس افتكرت الخطوه دي لان ديت برضو ايه مهمه جدا. ما فرديها كده عن بعضيها كده اهوت، ودخلها لايه الفريزر لحد ما تتجمد، وبعد كده ايه لما تتجمد لميها وحطها في كيس بس كده. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.